بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم عن النورمال فلورا أو ما يعرف حديثاً بالمايكروبيوتا. إذا نجي نعرف المايكروبيوتا is the microbial inhabitants of the human body. معظم هاي المايكروبيوتا تكون composed of bacteria. مع هذا ممكن يكون عندنا fungi and other microorganisms. هاي الميكروبيوتا تكون healthy beneficial للhealthy individual وأيضا تكون harmless يعني غير مؤذية. إحنا نعرف إنه ال internal organs مثل ال spleen, pancreas, liver, CNS والblood وغيرها should be sterile يعني ما تحتوي على أي microorganism. الفيتس داخل اليوترس يكون أيضا sterile. من يصير عندنا بداية الولادة رابتشر للأمنيوتك ميمبرين يبدي البيبي أو النيوبورن يكتسب النورمال فلورا. طبعا بعدها أيضا يكتسب more and more of the normal flora عن طريق الفيدينج وعن طريق التعرض للعالم الخارجي. The species اللي تتكون منها الميكروبيوتا is highly variable. تختلف وتتنوع from one individual to another. هذا يعتمد على the physiological differences between different individuals. يعتمد على اختلاف الدايت, الage, وعلى الجيوغرافيك هابيتات. معرفة the types and distribution of the resident flora is useful. ليش؟ حتى يساعدنا على فهم احتمالية الانفكشنز اللي يحصل نتيجة injury to particular site of the body. وكذلك على الـ possible sources of significant microorganism اللي تعزل من الـ infectious sites. بالنسبة للـ distribution of the normal flora in the body. Most common sites of the body اللي تكون inhabited by the normal flora هي الأجزاء اللي تكون in contact أو معرضة للعالم الخارجي. مثل الـ skin, eyes, mouth, upper respiratory tract, gastrointestinal tract, and the urogenital tract. الجزء الأول من أجزاء الجسم اللي يحتوي على الميكروبيوتا هو السكن. Skin can acquire transient or resident flora. هذا الشيء يحصل منذ اللحظات الأولى للولادة عن طريق التواصل مع الـ immediate environment. إيش نقصد بالـ transient flora؟ هي removable bacterial population. اللي تبقى فترات على الجسم ممكن تكون ساعات إلى حد أشهر وبعدها يصير removing either by washing, dryness, acidic pH أو عن طريق فعالية السويت جلانس. السويت جلانس تنتج ليبيد يحتوي على high concentrations of sodium chloride. فبهالطريقة يصير عندنا الانفايرمنت يكون هايبر أوزموتيك وبهالحالة ما تقدر النورمال فلورا إنه تقاوم هذا الهايبر أوزموتيك سوري انفايرمنت. بالنسبة للـ resident flora of the skin اللي هي الـ permanent bacterial population تعيش أو reside in the multiple layers of the skin. عندها قدرة على regeneration even after vigorous scrubbing. Most common colonizers of the skin عندنا 90% aerobic organisms يعني بكتيريا هوائية تعيش بالطبقة الخارجية أو الـ outer layers of the skin. مثال عليها Staphylococcus epidermidis و other coagulase negative staphylococci. بعدها تجي الانيروبيك اورجانيزمز او اللاهوائيه اللي تعيش بالطبقات السفلى او الداخليه للسكن deeper skin layers. تعيش ايضا بالهير فوليكلز وبالسويت اند سبيشس جلاندز. مثال عليها البروبيوني بكتيريوم اكنيز. اخر شيء عندنا الكانديدا البيكانز واللي هي ليست بكتيريا وانما ييست لايك فانجاي. هذا الفيجر يعطينا examples of bacteria اللي تعيش بالسكن. أكيد أخذتم بالعملي الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف وميزتم بيناتهم. معظم colonizers of the skin هي من نوع الجرام بوزيتيف بكتيريا. فعندنا جرام بوزيتيف كوكاي مثل Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis و Streptococcus species. الباسيلاي أيضا جرام بوزيتيف عندنا كوراني بكتيريوم species والبروبيوني بكتيريوم أكنيس. الجزء الثاني من البادي اللي يحتوي على الميكروبيوتا اللي هو الايز. Conjunctiva of the eye is colonized primarily by Staphylococcus epidermidis.
بعد عدنا الستافيلوكوكس اوريوس وعدنا الكوراني بكتيريوم ديفثري. اخر شيء عدنا الستافيلوكوكس نيموني. عندنا ايضا ماركر اورجانيزمز اللي موجود تكون بالسكن، ايضا ممكن ايضا تتواجد بالعين بطأة lower frequency. طبعا وجود المايكرو اورجانيزم بالعين لازم يكون under control، يعني النمبر ما يكون يزيد والا يتحول الى حاله مرضيه. هذا يتم عن طريق التيرز اللي تحتوي على اللايزوزايمز اللي تعمل على limiting the number of the bacteria population الموجوده بالكونجكتيفا. هذا الفيجر يعطيني examples of the bacteria الموجودة بالكونجكتيفا. عندنا الجرام بوزيتيف كوكاي مثل السكن اللي هي ستافيلوكوكس اوريوس ابيديرميدس وعندنا ستافيلوكوكس سبيشيز. الباسيلاي عندنا جرام بوزيتيف باسيلاي اللي هي كوراني بكتيريوم سبيشيز والبروبيوني بكتيريوم اكنيز. بالكونجكتيفا بالاضافه الى هاي الجرام بوزيتيف كوكاي باسيلاي عندنا جرام نيجاتيف كوكاي مثل الموركزيلا والنايسيريا سبيشيز. الماوث والنوز ايضا يحتوون على ماني مايكرو اورجانيزمز يكونون النورمال فلورا. هاي المايكرو اورجانيزمز ممكن تكون ايروبيك او انيروبيك. موست كومن عندنا ايروبيك اللي هي الكوراني بكتيريوم ديستري، ستافيلوكوكس اوريوس وستافيلوكوكس ابيديرميدس. بالنسبه للماوث عندنا التيث والجينجيفال تيشو ار كولونايزد باي مينلي عندنا ستافيلوكوكس ميوتانس، لأنه هي جزء من النورمال فلورا فالميوتانس تكون هامليس ما تأذي الشخص. however عندنا حالات معينة لو الشخص عمل tooth extraction أو dental surgery هاي الستريبتوكوكس ميوتانس ممكن تدخل البلد ستريم وتعمل colonization للدمج heart valves وتأدينا إلى حالة مرضية خطرة تسمى fatal infective endocarditis. هسه نشرح أيمتى النورمال فلورا تتحول وتكون pathogenic. هذا الفيجر ايضا يعطيني examples of bacteria موجودة بالماوث. طبعا خلي بالنا الماوث يحتوي على اكبر عدد واكثر تنوع مايكرو اورجانيزم تكون النورمال فلورا بالنسبة لبقية اجزاء الجسم. امثلة على الجرام بوزيتيف كوكاي الموجودة بالماوث عندنا ستافيلوكوكس سبيشيز، ستريبتوكوكس فيريدانس، ستريبتوكوكس ميوتانس. جرام بوزيتيف باسيلاي عندنا الكوراني بكتيريوم سبيشيز والبروبيوني بكتيريوم اكنيز. جرام نيجاتيف كوكاي عندنا نايسيريا سبيشيز. جرام نيجاتيف فرودز عندنا الهيموفيلس سبيشيز. بالنسبه للسبايروكيتس عندنا البوريليا والتريبونيما. ايضا عندنا الاكتينومايسيز ممكن تعمل تعتبر جزء العفو من النورمال فلورا الموجوده بالماوث. هاي كلتها ايروبيك موجوده بالاكسبوزد او الاجزاء المعرضه للهواء المباشر بالنسبه للنوز والماوث. بالنسبة للأنيروبيك أورجانيزم عادة تكون بالطبقات العميقة اللي ما تكون معرضة للهواء، مثلا عندنا الجينجيفال ساكس أو منطقة الروت. مثال أمثلة على الأنيروبيك أورجانيزمز عندنا البكتيرويد سبيشيز، فيوسي بكتيريوم، لاكتوباسيلس سبيشيز والبروفيتيلا سبيشيز. بالنسبة للنازوفارينكس عندنا أيضا نورمال فلورا. أحيانا species of this normal flora ممكن تعمل infection، مثال عندنا ستريبتوكوكس نيموني. ستريبتوكوكس نيموني ممكن تعمل acute bacterial pneumonia بحالات معينة خاصة بال old individuals وعادة تكون مسبوقة ب respiratory viral infections. الانترستيشيال تراكت أيضا تحتوي على مايكروبيوتا. بالأدلت density of the microorganisms هتختلف بين الستمك والأجزاء الأخرى من الانتستين. بالستمك تكون الدنسيتي لو بسبب وجود الجاستريك إنزيمز والأسيديك بي هيج. كل ما ننتقل إلى الأجزاء الأخرى من الانتستينال تراكت اللي هي الإليوم واللارج انتستين الدنسيتي of these organisms increases. دراسات وجدت أنه تقريبا 90 إلى 99% من الفيكال ماس تتكون من مايكرو اورجانيزم خاصة من نوع الانيروبس. significant percentage من البكتيريا الموجودة باللارج انتستين هي من نوع البكتيرويد سبيشيز. عندنا الايكولاي او الاستريشا كولاي ايضا موجودة بالانتستين تراكت. هاي الايكولاي عندما تكون بالانتستين تكون نورمال فلورا هامليس او ايفن بنفيشال.
However, هاي الانديجينس إيكولاي إذا انتقلت إلى منطقة اليورينري تراكت ممكن تعمل major infection. هذا مثال آخر على normal flora ممكن تعمل infection. عندنا هذا الفيجر أيضا يحتوينا على examples of bacteria الموجودة بالgastrointestinal tract. بالنسبة للجرام positive cocci عندنا staphylococcus species, streptococcus viridans وانضافت للenterococcus species. بالنسبة للجرام negative protists عندنا الenterobacter species, escherichia coli, klebsiella species, proteus وpseudomonas. الانيروبيك organisms عندنا البكتيرويد species, clostridium واللاكتوباسيلس species. وأيضا عندنا الأكتينومايسيس سبيشيز اللي موجودة بالإنتستين. الجزء الأخير عندنا اليوروجينيتال تراكت. الفجانة عادة تكون has low pH. سبب هاي low pH هو بسبب وجود البكتيريا اللي هي لاكتوباسيلس سبيشيز. لاكتوباسيلس سبيشيز تعتبر الميجر أو البرايمري كومبوننتس of the normal flora of the vagina. لو هذا البوبيليشن of lactobacillus اتأثر اتغير بوجود بسبب مثلا antibiotic therapy طبعا راح يقل البوبيليشن مع اللاكتوباسيلس راح تزيد pH وهذا يسبب انه كثير من الباثوجينز كان overgrow مثل كانديدا البيكانس وتعمل infection. اليورين منطقة الكدني ومنطقة البلادر يكون ستيرايل ما بينه اي مايكرو اورجانيزم. عندما يصل منطقة اللور يوريثرا يبدأ يصير بينه contamination عن طريق المايكرو أورجانيزم أو النورمال فلورا الموجودة بالسكن خاصة الأوتر لايرز أوف ذا سكن. عندنا جدول يعطيني examples of bacteria الموجودة بالفجانة. The same staphylococcus species, streptococcus species, coronibacterium. بالنسبة للجرام نيجاتيف فرودز عندنا كليبسيلا, بروتياس, سيدوموناس. عندنا بالنسبة للأنيروبيك أورجانيزمز بكتيرويدز واللاكتوباسيلس اللي هي قلنا الميجر كومبوننت وأيضا عندنا الميكوبلازما واللاكتينومايسيس. ذكرنا أنه الميكروبايتا لها أهمية بالنسبة لصحة جسم الإنسان. هنالك طبعا توجه عالمي لزيادة التوعية، توعية الناس بأهمية النورمال فلورا وأهمية تعزيزها والحفاظ عليها. من ضمن هاي البنفيشال فانكشنز هي competition for nutrients and receptor sites. ايش معناتها؟ معناتها انه النورمال فلورا تيجي تقعد تعمل بلوكينج للريسبتورز اللي تحتاجها الباثوجينيك بكتيريا، فتعمل competitive exclusion وتمنع الباثوجينيك بكتيريا انه ترتبط بالريسبتورز وبالتالي تمنع الانفكشن. ايضا النورمال فلورا ممكن تعمل competition for nutrients فتاخذ النيوترينتس اللي تحتاجها الباثوجينيك بكتيريا وبالتالي هاي الباثوجينيك بكتيريا ما حتقدر تنمو وتتكاثر. النقطة الأخرى هي production of antimicrobial compounds. هاي normal flora ممكن تنتج antimicrobial substances اللي تقتل الباثوجينيك بكتيريا بس ما تأثر على normal flora. أيضا normal flora تلعب دور حيوي بتكوين وتعزيز healthy immune system خاصة بمرحلة الطفولة، ولهذا احنا نشجع إنه الطفل يتعرض للمايكروبز at early time حتى يطور جهاز مناعي صحي بالمستقبل. أيضا normal flora تساعد على تكوين important nutrients من ضمنها vitamin K for example، وكذلك تساعد في عملية digestion والabsorption of different nutrients. هاي طبعا just outlines أو examples of beneficial function in normal flora. أكو تفاصيل أخرى على المستوى النسيجي والخلوي والجزيئي إن شاء الله نتعرف عليها بالمستقبل. ذكرنا أنه normal flora عنده advantages للhuman body. أحيانا النورمال فلورا تتحول إلى pathogenic وتعمل harmful effect للبادي، طبعا هذا بحالات خاصة. ذكرنا أنه كل جزء من أجزاء الجسم عنده نورمال فلورا خاصة بين، فلو صار أنه هاي نورمال فلورا displaced from their normal site into the other site بهالحالة حتتحول إلى pathogenic وممكن تعمل infection. ذكرنا أمثلة سابقة وناخذ مثال آخر. For example عندنا الستافيلوكوكس إبيديرميدس هي نورمال فلورا للسكن، فوجودها الطبيعي هو على السكن، فلو صار أنه هاي البكتيريا انتقلت إلى البلاد ستريم عن طريق أي سبب فبهالحالة ممكن تعمل colonization للكاثيترز والهارد فالفز وتعمل إندوكاردايتس.
النقطة الأخرى، إحنا قلنا إنه النورمال فلورا وجودة ضروري حتى تمنع الباثوجينيك بكتيريا إنه تعمل إنفكشن. أحياناً لو صار depletion للنورمال فلورا population عن طريق مثلاً تناول antibiotic therapy، فبهالحالة الباثوجينيك بكتيريا حتحصل على what's called competitive advantage، وهذا ينتج لنا overgrowth of resistant bacteria مثل Clostridium difficile، وتعمل اللي هي ممكن تعمل severe colitis. النقطة الأخرى للـ harmful effect of the normal flora هو عندما تلعب البكتيريا الموجودة بالقولون دور بتحويل الـ food substances into carcinogenic materials عن طريق إنزيم معينة. مثال عليها عندنا الـ conversion of the sweetener cyclamate into bladder carcinogen called cyclohexylamine عن طريق البكتيريا sulfatases. أيضاً بالـ immunocompromised individuals النورمال فلورا حيصير لها overgrowth وتتحول إلى pathogenic microorganism. هذه أهم النقاط التي تخص محاضرة الميكروبيوتا. Thank you.